مرحبا، انا امبارح طلعت من مطار بيروت. اللي عملت لي بوردينج قلت لها تفضلي يا مدام، ما ردت. خلصي قلت لها شكرا يا مدام، ما ردت. هاي بتصير كتير، يعني هاي بتصير كتير، موجود منها كتير. صارت نمرد كتير، مش علي لا، بس ما ردت كلمة شكرا. يعني في احترام، في مبادئ. وصلت لهون على السعودية، اللي عم تعمل كنترول على الشنط هني ثلاث صبية. صرت انا اخر واحد عم يقطعوا جاتوه. قلت لها صحتين، قلت لي وقف وقف. وقفت، انا افتكرت بتاع انه في شي بالشنطة. قصت لي جاتوية، صاحبتي جابت لي قهوة، التالتة جابت لي معلقة. قلت لي اهلا وسهلا فيك، انت تستاهل، نورت المملكة. كل إنسان، ما خص الشركة ولا خص الدولة ولا خص، بس كل إنسان بيمثل، كل إنسان هو بيمثل حاله، بيمثل أخلاقك العالية، مبادئك، احترامك. العالم اللي قدامك من عبيد عند اللي خلفوك. الحياة ما بتنبنى إلا على الأخلاق وعلى الاحترام، ما بتنبنى إلا على الأخلاق وعلى الاحترام. الله يلعن كل واحد لا عنده أخلاق ولا عنده احترام. صباح الخير.